أنا معايا على التليفون أستاذ محمد حسين عويضة، عضو مجلس الأعمال المصري الفرنسي. برحب بحضرتك معنا أستاذ محمد، مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إزاي مجلس الأعمال المصري الفرنسي استعد لهذه الزيارة؟ إيه طبيعة المشروعات اللي من المنتظر توقيعها يا فندم، في أي مجالات؟ بكرة إن شاء الله يكون في لقاءات ثنائية هتحصل في صناعة الدول مؤخرا الساعة 8 بالمناسبة، وهيكون في عدد من الشركات الفرنسية المرافقة للرئيس الفرنسي وبعض الشركات المصرية اللي هي موجودة في مجلس الأعمال المصري. يوم الاثنين بإذن الله هيشهد توقيع اتفاقيات أنا معني بأحداها اللي هي خاصة بالمياه، هي أهم عنصر دلوقتي بيهم المصريين كلهم، والشركات الفرنسية جاية فيها بعض الخبراء اللي عملوا اوريدي مشروعات في المجال ده بيساعد على الحفاظ في المياه وترشيدها والنهوض بالإدارة بتاعتها عامة. فبإذن الله يكون في تعاون مشترك ما بين الجانب الفرنسي والجانب المصري ممثلا في الانتاج الحربي والشركه القابضه لمياه الشرب، وباذن الله ده هيتم توقيعه بوجود الرئيسين يوم الاثنين باذن الله. اتفاقيات ثانيه حوالي 18 اتفاقيه انا معني بالدول الوسطى بتاع المياه لحد دلوقتي. لا باقي الاتفاقيات في ايه يا فندم؟ في اتفاقيات ثانيه في انشطه اخرى انا معني بالجزء اللي هو بتاع المياه. حضرتك معني بالشق الخاص بالمية، لكن بشكل عام طبيعة المشروعات، يعني بتكلم على مجلس الأعمال المصري الفرنسي، يعني مجلس أعمال مشترك ما بين البلدين، يعني بالتأكيد هيكون في رؤية إحنا محتاجين إيه وهم عايزين يستثمروا في إيه في مصر. إزاي حضرتم لشكل التعاون أو شكل المشروعات المنتظرة؟ ده حقيقي يا فندم، في حاجات كتيرة جدا معنية بالبوست زي ما حضرتك عملت في المقدمة، البوست الثقافي والبوست العسكري، تمام، البوست الصناعي والحاجات بتاعت الكهرباء، في مجالات كتيره جدا. الجزء اللي انا معني وانا باذن الله هشهد او ممكن اكون طرف في التوقيع بتاعه هو الجزء الخاص بالمياه. طيب بشكل عام طبيعه العلاقه ما بين مصر وفرنسا، مش على المستوى السياسي لكن على المستوى الاقتصادي تجاريا استاذ محمد، يعني في وضع اقتصادي صعب بتمر به فرنسا وطبعا تحدي برضو هنا بنتعامل معاه. ازاي انا على المستوى التجاري والاقتصادي أتقارب مع فرنسا؟ إيه الفرص المتاحة؟ التبادل التجاري، حجم التبادل التجاري الموجود دلوقتي والمنتظر أنه يتم زيادته بعد هذه الزيارة؟ فرنسا دولة شقيقة تتعاون معنا بقى لها سنين الحمد لله، علاقات طيبة جدا ومستمرة، وبتشهد اليومين دول نوع من التعاون التصاعدي أو اللي هو اللي بيحصل متنمية، متوقعين أنه بإذن الله خلال الزيارة دي تسمع أرقام كويسة وحاجات بتؤشر لان في تعاون اكثر، يمكن دي تبقى من اكثر الدول اللي يبقى فيها تعاون باذن الله خلال الفتره اللي جايه. كرجل اعمال يعني الفرص المتاحه، واذا كنا بنتكلم على فرنسا وبرده منتظرين برده، وبالفعل يمكن بدا في وفد الماني جه النهارده، يعني الاستثمار في مصر وتقييم حضرتك لهذه الفرص والتعاون الاوروبي المصري في مجالات مختلفه. مصر من الدول اللي هي تعتبر مميزه جدا جدا في مناخ الاعمال عامه. عندنا فرص كويسه قوي قوي قوي، وتعتبر سوق واعد جدا وامكاناته عاليه قوي. قدره شرائيه للناس محترمه، في عندنا مشروعات كثيره جدا وشغاله، في عندنا التنميه اللي هي العقاريه والتنميه المفروض اللي هي السياحيه اللي ان شاء الله نوصل لها. محتاجين مجهود جامد جدا ومحتاجين مستثمرين جادين يجوا يشتغلوا معانا في الجزء، وده اللي بيحصل دلوقتي ان احنا بنحاول نبحث عن دعم الشركات اللي هي مهتمه اكثر بالتنميه، وبنحاول نستقطب بعضهم، وفي اوريدي بعضهم شغال وبيتوسع دلوقتي. احنا بنتكلم شركات خاصه، الالماني والفرنسي من اهمهم دلوقتي. بنتكلم على شركات خاصه ولا استثمارات حكوميه ما بين البلدين؟ والله يا فندم هي الشركات الخاصه هي 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 كلها بتشتغل تحت مظله حكوميه في الاخر، يعني في الاخر في جزء منها بيبقى بتمويل مصري وفي تمويل مشترك وفي تمويل اجنبي 100%. فالثلاث حاجات موجودين، وطبعا كل واحد بيهمه في الاخر ان هو يعمل لمصلحه بلده ومصلحه نفسه. طيب علشان ده يتحقق دايما بنتكلم على التحدي الخاص بمناخ الاستثمار، التعديلات التشريعيه اللي احنا محتاجينها. شايف ازاي المناخ العام دلوقتي قد ايه مهيئ؟ احنا محتاجين ايه علشان الاستثمارات اللي بنتكلم عليها ما يكونش قدامها اي عائق او اي صعوبات؟ احنا محتاجين نحارب البيروقراطيه قوي، يعني محتاجين نقتلها بجد. عندنا مشكله رهيبه في موضوع البيروقراطيه. عندنا طول الدار رهيبه في القطاع الحكومي. الكلام ده لازم يتغير بقى، ولازم نبتدي دور بنظام قطاع خاص شويه وبفكر مختلف.
ده محتاج ان الحكومه تقرب شويه من رجال الاعمال ويبتدوا يوصلوا لتصورات وتفاهمات تساعد ان هو يتعامل بنظام قطاع خاص. بدل يعني وده موجود بره في كل مكان، يعني كل الدول اللي بنزورها وبنتعامل معاها فعلا ما بتحسش بفرق بين الحكومه والقطاع الخاص اطلاقا، الاثنين بيتعاملوا بنفس الطريقه، بنفس الورقيات، بنفس السهوله، بنفس البساطه. يعني في امريكا مثلا او في اوروبا بيقبلوا الشيك منك وانت في السوبر ماركت، هنا استحاله حد يقبل منك شيك. ايوه فاهم. هنا التعاملات بتبقى فيها نوع من اللي هو ايه؟ العرقله وعدم الطمانينه للاخر. بره بالعكس الدنيا مسهله تماما، الدنيا مرنه تماما. فاحنا عايزين نوصل للنوع ده، عايزين نوصل لان هو مناخ يشجع على الناس تبقى مطمنه وبتستثمر بثقه في المستقبل وثقه في الحكومه بتاعتها. تمام. شكرا جزيلا استاذ محمد حسين عويضه عضو مجلس الاعمال المصري الفرنسي، شكرا جزيلا لحضرتك.